ومشاهدينا هسه راح نروح إلى بغداد، وتحديدا من مطار بغداد الدولي، حيث تم استقبال الوفد العراقي اللي شارك في البطولة العربية للروبوتات اللي أقيمت في العاصمة عمان. وطبعا كانت هذه المشاركة الثالثة للعراق بهذه المسابقة، وحصد المركز الأول. ألف مبروك للعراق على هذه الإنجازات اللي يحققها في كافة المحافل العربية والدولية. خلينا نتابع هذه التفاصيل بتقرير التالي. شارك الوفد العراقي بالبطولة العربية للروبوت الذكاء الاصطناعي اللي أقيمت في عمان الأردن، وهاي تنحسب المشاركة الثالثة للوفد العراقي في هكذا محافل. طبعا الطلاب ترشحوا من البطولة الوطنية للروبوت اللي تقام سنويا في العراق وتشمل جميع محافظات العراق. الحمد لله حققنا مراكز متميزة هاي السنة بالذات، المركز الأول في مسابقة ابتكار عربيا، وحصدنا أيضا المركز الثالث عربيا في نفس المسابقة. أما في باقي المسابقات فحصدنا 6 جوائز في مسابقات مثل سومو متقدم أو مبتدئ، في اللاين فولور، وفي جمع الكرات. ونتمنى نشارك كل سنة ونوصل أبنائنا إلى المستوى العربي ثم العالمي. تميزت الفرق العراقية بنيلها جوائز على صعيد مسابقة الابتكار. حقق المركز الأول فريق من محافظة النجف، إضافة إلى تحقيق المركز الثالث من محافظة الأنبار التي تميزت مشاريعهم على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى كافة المحافظات المركز الأول، إضافة إلى حصول المراكز المتميزة في بقية المسابقات، وهي مسابقة تتبع الخط ومسابقة السومو ومسابقة جمع الكرات، حيث حققت الفرق العراقية مستوى عالي في التصميم وفي التعاون وفي أفضل روح تعاون وأفضل إنجازات، والحمد لله والشكر. بفضل جهود هذه الثمرة الطيبة تم رفع العلم العراقي ومرفرفا في هذه المسابقة. مثلت العراق في المسابقة العربية ال15 للروبوت المقامة في عمان الأردن، وكنت كحكم مسؤول عن مسابقة ابتكار، وقد فاز بالمرتبة الأولى فريق البرمجة الذي كان عبارة عن مشروع متكامل حول الزراعة، قدمت الطالبة المشاركة من العراق مريم. طالب عمر محمد، مدرسة موهوبين في الأنبار، وعمره 12 سنة. مشروعي هو منذر بكاء الطفل للأم الصماء، اللي هو ينبه الأم الصماء إذا طفلها قام يبكي عن طريق هزة قوية وضوء قوي، اللي هو متكون من قطعتين، المرسل والمستقبل. جهاز المرسل راح يكون عند الطفل ويتحسس الصوت للطفل، إذا كانت الموجات الصوتية مالته أعلى من 600 فراح يرسل إشارة راديوية إلى الجهاز الثاني اللي راح يستقبلها ويحولها إلى هزة قوية وضوء قوي حتى ينبه الأم أن الطفل دا يبكي. وهذا شاركت به بالبطولة العربية للروبوت، الحمد لله حصلت به على المركز الثاني. وإحنا طبعا شاركنا مسابقة السومو وحصلنا المركز الخامس في مسابقة السومو على العراق والدول العربية. وإحنا أنا أمين صلاح من نادي كربلاء للروبوت والذكاء الاصطناعي. مريم صلاح مهدي من نادي كربلاء، وحصلنا جائزة حكام في البطولة العربية للروبوت ال15 في عمان في الأردن. اسمي زهراء فراس، محافظة النجف الأشراف. شاركت في البطولة العربية ال15 للروبوت اللي صارت في الأردن. أخذنا المركز الأول عربيا بمشاركة الابتكار. مشاركة الابتكار مريم خليها تشرحها لأن هي شاركت بها. كانت مشاركتي عبارة عن 5 مشاريع مندمجة بمشروع واحد ضمن منظومة متكاملة، جمعتهم وربطتهم بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وخليتها غير عن المشاريع المؤتمتة السابقة وفكرة جديدة، ودخلت إليها العديد من التغييرات وخليتها فكرة مستدامة، حيث أنه هي تعمل على الطاقة الشمسية، وربطت الحساسات بالنشرة الجوية حتى يكون مشروع ذكي ومستدام. وصلنا إلى مطار بغداد الدولي بعد المشاركة المتميزة في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي. اشتركنا ب10 فرق من العراق في عدة مسابقات، فضل رب العالمين حققنا مراكز متقدمة في هذه البطولة اللي كانت في عمان. واذا نريد نشكر حقيقه نشكر شركه ايرثلنك لدعمها ورعايتها لمشاركه الفريق العراقي من بدايته الى نهايه لحد وصولنا الى المطار، فحقيقه شكر كبير لهم وجهد متميز من قبل اداره الشركه شركه ايرثلنك، ونشكرهم على دعمهم للفرق العراقيه، وحقيقه هم سباقين في هذا المجال في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي.